بما في ذلك قتل المتظاهرين المأسلمين والإفراط في استخدام القوة ضدهم، هذا بالإضافة إلى القتل خارج نطاق القانون والقتل الاعتباطي والاحتجاز الاعتباطي على أيدي رجال الشرطة والجيش وحالات اختفاء قسري واضطهاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وأن اللجنة تعرف أن كل هذه الانتهاكات تتم في ظل جو من الإفلات من العقاب، وأن ليس هناك من تحقيقات جارية في مثل هذه الحالات، وأن هذه الانتهاكات هي مرتكبة على أساس أوامر من السلطات العامة أو عبر موافقتها على كل ذلك، وأن اللجنة قد حصلت من الدولة طرف تعليقات وردود متابعة على الاستنتاجات الختامية للجنة في 24 أغسطس 2011، إلا أن هذه الردود وهذه التعليقات لا تقدم معلومات كافية، وذلك فيما يتعلق بالدحض ما قلق اللجنة بشأن هذه الانتهاكات. وعلى ضوء كل ذلك وبموجب الفقرة الأولى من المادة 19 من الاتفاقية، فإن اللجنة تطلب من الدولة الطرف أن تتقدم بتقرير خاص يشير إلى التدابير التي تعتمدها الدولة الطرف في التأكد من أنها تحترم التزاماتها بموجب الاتفاقية، هذا بالإضافة إلى التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات الملاحظات الختامية للجنة، فضلا عن المعلومات بشأن الأحداث الواقعة حاليا في أراضي الدولة الطرف المشار إليها في التقارير والبيانات التي ذكرتها في بداية الرسالة. وأن اللجنة تطلب من الدولة الطرف أن تشير إلى أي خطوة تتخذ لسحب التحفظ على المادة 20 من الاتفاقية، ويا حبذا لو تم الحصول على تقرير الخاص بحلول 9 من مارس آذار 2012، وذلك للنظر فيه في الدورة المقبلة. إذن هذا هو القرار الذي اتخذته اللجنة للمطالبة بالحصول على معلومات، وذلك على أساس التقارير التي حصلنا عليها من مصادر دولية ومن مصادر مختلفة ذكرتها للتو. ولقد حصلنا على مذكرة من البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية، وأن هذه المذكرة أشارت إلى أن المادة 19 لا تتيح إجراء التحقيقات ولا تتيح أيضا المطالبة بالمعلومات وأيضا بإصدار البلاغات الصحفية ضد سوريا، وأن في هذه المذكرة لقد قيل أن كل هذه المسائل هي مجرد ادعاءات، وأن اللجنة تتعامل مع هذه الادعاءات كما لو كانت وقائع حقيقية. ولقد قيل أن الطلب القائم على أساس هذه المسائل يعكس العمل على أساس الازدواجية في آلية حقوق الإنسان. وتماشيا مع العادة التي درجت عليها اللجنة، فإن كافة الرسائل التي بعثت بها الجمهورية العربية السورية هي على موقع الويب، وبإمكانكم أن تطلعوا على هذه الرسائل المترجمة وهي متاحة على صفحة الويب للجنة. ولقد أجبنا على هذه المذكرة المقدمة من الجمهورية العربية السورية، ولقد شكرنا الجمهورية العربية السورية على هذه المذكرة المؤرخة 20 من فبراير شباط 2012. ولقد قدرنا أن الجمهورية العربية قد أعربت عن التزامها لمواصلة التعاون مع اللجنة، ولكن أعربنا عن قلقنا لأن الجمهورية العربية السورية لم تتقدم بالمعلومات باحترام المهلة الزمنية المحددة، ولم تأتي بأي معلومات فيما يتعلق بالتدابير المتخذة، وذلك لتنفيذ التزامات الدولة بموجب هذه الاتفاقية. وأن الفقرة الأولى من المادة 19 تشير إلى أن دول الأطراف بإمكانها أن تقدم تقارير تكميلية كل 4 سنوات، وذلك على أساس طلب من اللجنة.
وهنا لابد من العودة إلى الرسالة في 23 من نوفمبر تشرين الثاني، وهذه الرسالة هي في إطار الفقرة الأولى من المادة 19، وهذه عادة درجنا عليها في الماضي ولم نتقدم بالطلب بموجب المادة 20. وهنا أيضا المراسلات متاحة على موقع الويب، وأود أن أحيلكم إلى هذه المراسلات، ولقد أعدنا المطالبة بتقديم أو بتزويدنا بالمعلومات اللازمة. وهنا لقد حصلنا على مذكرة أخرى أعرب فيها عن الدهشة الجمهورية العربية السورية لتحديد تاريخ لعقد الاجتماع، ولقد قيل أن هذا يمس بالقواعد الدبلوماسية الأساسية. وهنا لقد اشتكت الجمهورية العربية من عدة أمور، وهنا لن أتلو عليكم الرسالة كأنها متاحة على موقع الويب للجنة كما قلت. إذن الجمهورية العربية السورية قد قالت بأننا قد منحنا أنفسنا الولاية لاستدعاء الدولة، وأننا لسنا محفلا لإجراء النقاش. وهنا الجمهورية العربية السورية قد أشارت إلى أن المادة 19 اللجنة تعطي من الاتفاقية تعطي اللجنة تخويلا لطلب تقديم المعلومات الإضافية إن كان هناك من تدابير جديدة قد اعتمدتها الدول. إذن هذا كان رد الجمهورية العربية السورية على رسالتنا. وبعد ذلك وبالتحديد في 30 من مارس آذار لقد حصلنا على مذكرة أخرى، وهذه المذكرة كانت أيضا من الجمهورية، وكان فيها أيضا رسالة مشابهة إلى الرسالة التي حصلنا عليها في الماضي. وفي هذه الرسالة لقد تم تقديم جدول، وهذا الجدول يشمل الخسائر البشرية والمادية منذ بداية الأحداث ولغاية 15 من مارس آذار 2013. وفي هذا الجدول هناك الذكر لعدد القتلى من المدنيين وحوادث السلب وأيضا المقتولين، وكان لدينا هذه الأعداد في الجدول. وهنا بإمكانكم أن تعودوا إلى هذا الجدول الذي فيه كافة البيانات، وهذه البيانات كما قلت ذكرت عدة أمور، منها تخريب الممتلكات وسرقة الآليات وعدد المدنيين المخطوفين، ويا حبذا لو تم تعميم هذه الوثيقة عليهم. إذن هذه الوثيقة قد بعث بها إلى مجلس الأمن وقد بعث بها إلينا، وهي متاحة على موقع الويب. وأن في كافة المذكرات التي حصلنا عليها لم نكن قد حصلنا على معلومات موضوعية، وهذا خلافا لما ورد في هذا الجدول، وبالتالي هذا يبشر بأمور جيدة للمستقبل لمستقبل التعاون. ولسوء الطالع أن الجمهورية العربية السورية ليست موجودة معنا اليوم في هذا الاجتماع. وأود أن أقول أيضا أن هناك عدة تطورات قد طرأت بعد رسالتنا، وأن هذه التطورات تظهر أن عملنا كان محقا وفي محله، لا سيما وأن هذه اللجنة قد أنشئت لمساعدة الدول على احترام التزاماتها بموجب الاتفاقية. وعندما نرى أن هناك مسائل تستحق منا التدخل فإننا نتدخل بما في ذلك لمنع حدوث حالات التعذيب وكافة أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية والإنسانية والمهنية. وهنا على اللجنة أن تطلع بمهامها على نحو مستقل لمساعدة الدول كي تقر وتعترف وتعمل على احترام التزاماتها بموجب الاتفاقية. ومن سوء الطالع Gracias.
أننا لم نحصل على أي معلومات في هذا الخصوص. إذن كما قلت أن التطورات في الأحداث قد أظهرت جدوى الطلب للتعاون مع الدولة الطرف لأدائها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وكما قلت لقد اطلعنا على عدد من التقارير وعلى إبداء المشاعر القلق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن لجنة التحقيق. هذا أيضا ينطبق على الجمعية العامة وعلى مجلس الأمن. وهنا لقد تم اتخاذ عدة تدابير على أساس الأحداث الخطيرة التي يشهدها هذا البلد. وأود أيضا أن أقول إن مصادر المعلومات التي عولنا عليها، وهنا أشرت إلى التقارير من مختلف المنظمات والهيئات التي ذكرتها في بداية مداخلتي، إذن كافة هذه المصادر من المعلومات وكافة هذه المعلومات أشارت إلى قتل واسع النطاق للمدنيين، هذا بالإضافة إلى لجوء قوى الأمن في البلد إلى عمليات قتل للأفراد، هذا بالإضافة إلى القتل التعسفي والاعتباطي وأيضا استخدام القذائف والقنابل الحية، وهذا ضد متظاهرين سلميين. هذا فضلا عن استخدام سبل لا ليست متناسبة مع المتظاهرات لقمع هذه التظاهرات، وأيضا إطلاق النيران على المتظاهرين واستخدام أيضا الدبابات والمروحيات وغيرها من العربات والأسلحة، هذا بالإضافة أيضا إلى المحاولات واسعة النطاق لقتل الأفراد. وبإمكاننا أيضا أن نذكر الغارات على المستشفيات وأيضا اللجوء إلى التعذيب للمسجونين، هذا بالإضافة إلى دخول المنازل بالقوة وتوقيف الأفراد والأطفال والنساء وأيضا تحميل هؤلاء الأفراد أيضا في الباصات لزجهم في أماكن احتجاز سرية. وبعد ذلك تعريض هؤلاء الأفراد إلى التعذيب ومن ثم نقلهم من مكان احتجاز سري إلى مكان آخر، هذا بالإضافة إلى الأفراد الذين نقلوا إلى المستشفيات والذين تعرضوا للتعذيب خلال الاستجواب. ولا بد من الإشادة أيضا إلى اللجوء إلى عدد من وسائل التعذيب بما في ذلك الضرب العصيان واللجوء إلى التعذيب بالكهرباء وأيضا السجن الانفرادي وأيضا حرمان المسجونين من النوم، وكل ذلك لكي يأتوا بشهادات وكي يعترفوا بأمور، وأيضا زج الصحفيين في السجون وتوقيف الاعتباطي. وهناك عدة شهادات قد تم الإدلاء بها. إذن كافة هذه المعلومات أتتنا من هيئات دولية، وأنا لا أتحدث عن المعلومات من المنظمات غير الحكومية. وهناك أيضا إلى اللجوء إلى التعذيب الجنسي ضد الذكور من المسجونين وإبقاء الأفراد المسجونين عارين واللجوء أيضا إلى السجائر للحرق وإلى الكتل الكهربائية للتعذيب. وهناك عدة شهادات أشارت أيضا إلى اغتصاب الرجال والفتيان بالعصيان، وأيضا هناك التقارير التي أشارت إلى حالات الاختفاء وتعذيب الأطفال ما دون
السن 18، ولابد أيضا من الإشارة إلى أن القوى الأمن يقومون بتوقيف الجرحى في المستشفيات العامة، وهناك أيضا إذن كما قلت التعذيب والتوقيف والاختفاء القسري وكلها حالات تشهدها سوريا. وهناك تقارير أيضا أشارت إلى أيضا الانتهاكات على أيدي القوى المعارضة، وهنا اللجوء إلى الاختطاف وإلى أيضا التعذيب والقتل. وأنا لا أتحدث عن جوهر ومضمون أي ادعاء، ولكن لابد لنا من أن نندد بهذه الأفعال، وأيضا لابد أيضا من أن نقرر بأن هناك ضرورة لاحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهذا واجب ملقى على عاتق كل الدول في كافة الحالات. وأيضا في التقارير التي تلقيناها وردت معلومات أن لم يسمح للمنظمات غير الحكومية أن تدخل إلى سوريا، ويبدو أن الأسلوب المستخدم يتضمن بالطبع تحقيق واسع النطاق في دول مجاورة وشهادات، ولجنة التحقيق لم يسمح لها بالدخول، والأسلوب العمل أسلوب معروف، وبالطبع يمكنكم التعرف على أسلوب عمل لجنة التحقيق. وإن تقارير الهيئات الدولية أيضا وردت فيها معلومات بأن بعض التدابير التي اعتمدتها حكومة سوريا بما في ذلك رفع حالة الطوارئ وقانون العفو والإعلان عن التعديلات التشريعية ولن أقوم بتلخيص كل هذه المعلومات، ولكن كل المعلومات المفصلة واردة في التقارير والوثائق المقدمة. وأود أيضا أن أوضح أننا نعمل في إطار اختصاص اللجنة مناهضة التعذيب فقط، ويكفي أن تقرأوا المادة 19 من الاتفاقية لكي تروا أنه بإمكاننا أن نقوم ب ونزاول هذه المهمة. والشرعية بالطبع مرهونة بعدة عوامل، أولا هناك التكوين ونوعية الهيئات التعهدية ونوعية وجودة التحليل والاستناد في أفعالنا وقراراتنا على المعايير والهيئات التعهدية والاتفاقيات التي صدقت عليها الدول، ونحن نمارس هذه الوظائف في إطار هذه الولاية. ومع الأسف على ضوء الأحداث التي وقعت في سوريا، فقد أكدت ضرورة قيام لجنة مثل لجنتنا المكلفة بمساعدة الدول على قمع التعذيب بأن نطرح هذه التساؤلات. ومن وجهة نظري النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها، فلجنة مثل لجنتنا لها دور هام. فعندما نرى حالات تعذيب تحدث وأسلوب معاملة سيئة، فهذه اللجنة تعمل كنظام إنذار مبكر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، وذلك لتفادي تدهور الوضع. هذا هو دور من أدوار اللجنة، نظام إنذار مبكر، ودور ثاني هو تحسين الوضع. فالإنذار المبكر يوضح أن هناك إمكانية في أن يتدهور الوضع، والمهمة الثانية وتحسين الوضع في المستقبل. وعندما اعتمدنا ملاحظاتنا الختامية لفتنا انتباه السلطات السورية إلى عدة قضايا.
عدم كفاية الصرح المعياري والإفلات الكامل من العقاب للمرتكبي أعمال التعذيب وعدم الوفاء بكثير من أحكام الاتفاقية. ولفتنا انتباه سوريا إلى الصلاحيات الواسعة النطاق لقوات الأمن مع الأسف فإن ملاحظات اللجنة أنا من شأنها أن تساعد الدول الأعضاء، ولكن حتى الآن لم نعثر على أي أدلة أو أي أجوبة ترضينا وتبدد مخاوفنا. وعلى ضوء ما يحدث في سوريا علينا نحن أن نقوم بوظيفتنا، وهذه الهيئة المستقلة أنشأها المجتمع الدولي للقيام بوظائفها وللقيام بهذه الوظيفة بطريقة حيادية وموضوعية، وذلك لإحقاق قيم الواردة في الاتفاقية التي صدقت عليها الدول بحرية كاملة. واللجنة أثناء هذه الدورة سوف تنظر في شكل التدابير التي نتخذها إزاء الجمهورية العربية السورية، ولدينا معلومات تأتينا من مصادر عديدة ولم نتلقى جواب عام من الجمهورية العربية السورية، وربما سوف يرد هذا الجواب في المستقبل. وفي مارس 30 مارس تلقينا النسخة تحتوي على معلومات مضمونية، أما في الماضي فكانت المراسلات هي مراسلات تتعلق بالإجراءات وإذا ما كان يمكن تطبيق المادة 19 أم لا. إذن هذا الرد الذي وردت فيه معلومات مضمونية قد يبشر بالخير، ونحن نشعر بقلق شديد إزاء الوضع في سوريا، ونشعر بقلق إزاء التقارير التي تلقيناها. وبالطبع ضمن مهامنا وتحليل الادعاءات التي مفادها أن هناك تعذيب واسع النطاق وممنهج، وأن هذا التعذيب هو جزء من سياسة الدولة في كثير من الحالات، مما بالطبع يوقع المسؤولية على عاتق الدولة والسلطات الرسمية. ونحن كاللجنة نحلل الوضع وبعد ذلك نقرر التدابير الواجب اتخاذها. من المؤسف أن الوفد من الجمهورية العربية السورية لم يحضر، لكان بإمكاننا أن نستفيد من تعليقات الوفد لو حضر الوفد. وبهذا انتهى عرضي وأنا أحد المقررين، وأود أن أعطي الكلمة إلى السيدة بالأمير وهي المقررة أيضا، وسوف أعطيها الكلمة لكي تعلق على هذا الموضوع، ولذلك سوف أفتح باب النقاش لسائر أعضاء اللجنة الذين يودون التعليق والمساهمة في النقاش. تفضلي سيدتي لك الكلمة. شكرا حضرة الرئيس. حقا أنني أتحدث بحزن كبير، وسوف أحدثكم عن انطباعاتي عن بلد زرته عدة مرات وأعرف شعبه اللطيف، شعب مسالم هادئ يود أن يعيش كغيره من الشعوب بسلام. ولكن حاليا فهناك
تسارع في القتل والموت والتعذيب الممنهج، ولم يعد هناك أي نظام، ونحن ننتظر حلا سياسيا لم يتم العثور عليه حتى الآن، وهناك عدم احترام للسلامة الجسدية والحياة البشرية والمعايير الدولية وحقوق الإنسان لا تحترم على الإطلاق. وبدأت الأحداث بعد توصيات اللجنة في شهر مايو أيار، وبالطبع كانت هناك حركة احتجاجات في مارس آذار 2011، والدولة الطرف لم تتصرف بطريقة من شأنها أن تحترم التزاماتها. واستندت اللجنة في رسالتها المؤرخة في 23 نوفمبر إلى معلومات تم التحقق منها، خاصة رسالة مقرر المتابعة بتاريخ 12 مارس 2012، ورسالة المقررين أيضا في 27 من مايو 2011. واستندنا أيضا إلى التحقيقات السابقة لهذه التواريخ و التي تشير وأشرنا لعل دولة الطرف أن تحترم التزاماتها وتطبيق الاتفاقية، ورد الدولة الطرف في 2012 يشير إلى تفسيرات غريبة شيئا ما لمادتين 19 و20، وينكر على اللجنة حقها في تنفيذ ولاياتها في أن تذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 19. وبالطبع الملاحظات الصادرة في مايو 2011، وفيما بعد تم إجراء تحقيقات في إطار وذلك من قبل الهيئات التعهدية وآليات الأمم المتحدة، بدءا بالاستعراض الدوري الشامل وقرارات 2011 وإنشاء ولاية المقرر الخاص حول وضع حالة حقوق الإنسان في سوريا، ودورة مجلس حقوق الإنسان حول سوريا، وأيضا النظر في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولجان التحقيق في 2011 و2012، وبالطبع إعلان المجلس الأمن. وإضافة إلى ذلك كان هناك عدد كبير من التقارير من كرامة وهيومن رايتس واتش ولجنة العفو الدولية ومنظمات أخرى، وكل هذه التحقيقات تشير إلى تدهور مستمر في حالة حقوق الإنسان والاستخدام الممنهج للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ومجموعة من الانتهاكات التي طالت أيضا الأطفال الذين يتم تعذيبهم وقتلهم بطريقة يضرب عرض الحائط بكل حقوق الإنسان. ونتيجة لذلك فهناك ضرورة لاتخاذ تدابير مع مراعاة الحوار مع دولة الطرف، هناك حاجة لتذكير دولة الطرف بالتزاماتها، وهذه حالة تعتبر من السوابق الهامة بالنسبة للجنة و أيضا الهيئات الأخرى للأمم المتحدة. إذن الوضع خطير جدا وفي غاية الأهمية، وهناك أيضا مقابر جماعية لم نعثر عليها، وهناك أماكن الاختفاء القسري نحاول أن نحدد موقعها بوسائل المحدودة. إذن الوضع خطير جدا، والكرامة الناس
مهددة وأيضا بالطبع مصداقية كل النظام الأمم المتحدة مهدد، ولذلك فلا بد من أن نذكر بالالتزامات وأن نذكر بالمبادئ التي تنظم العلاقات فيما بين الدول والأمم المتحدة. وهنا أود أن أذكر بمعنى المادتين 55 و56 من ميثاق الأمم المتحدة، اللتان تنص على أن الدول الأطراف والأعضاء في الأمم المتحدة يتعاونون لترسيخ وحماية حقوق الإنسان. وهنا هذه المسألة الآن في غاية الأهمية. شكرا للسيدة بلمير. والآن أود أن أفتح باب النقاش وأعطي فرصة لأعضاء اللجنة الذين يرغبون في التعليق على ما عرض عليهم حتى الآن. السيد بروني، اوكي سو فار وي هاف السيد مارينيو بروني وانغ، السيد وانغ سفياس، السيد سفياس، مارينيو بروني غير وانغ وسفياس. السيد مارينيو، سيدي الرئيس، شكرا جزيلا، سوف أوجز. وكما سلطت السيدة بلمير الأضواء على الوضع في سوريا في الدورة الماضية، فكنت أيدتها وأيدت الحاجة لاتخاذ تدابير وخطوات إضافية، وقد تناولنا البلاغ أيضا. وطلبنا أيضا تقريرا إضافيا بموجب المدى 19 كما اقترح السيد بروني. إذا اقترحت عدة حلول وثبتت أنها كانت مثمرة ولم نواجه أي عقبات قانونية أمام هذه التدابير التي اتخذتها اللجنة، وقمنا بتوضيح حججنا بطريقة متأنية. ولجنة مناهضة التعليم مكونة من خبراء مستقلين، مهمتهم الرئيسية هي السهر على تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها، وليس فقط الاتفاقية كسق، وإنما مكافحة التعذيب في حال النزاع المسلح في كل الأوضاع في حالات الحرب والسلام، وهذا التزام بموجب القانون الدولي بصورة عامة، وهو ينطبق على كل الدول. وهذه اللجنة تعمل على أساس الاتفاقية وبموجب نظام الأمم المتحدة وبموجب الصكوك المختلفة التي يستند إليها نظام الأمم المتحدة، فميثاق الأمم المتحدة يكرس التعاون لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. إذن لجنتنا تعمل بشرعية كاملة، وعليها أن تنذر المجتمع الدولي وأن تضمن متابعة الوضع. الفقرة الأولى من المادة 19 هي الفقرة التي نثيرها هنا.
es implícito el de adoptar ونحن ملتزمون باختصاصات لجنتنا هناك قواعد أمرة في القانون الدولي أيضا والعمل المتضافر بين مختلف مكونات الأمم المتحدة كما قالته السيدة بالمير أظهر خطورة الوضع في سوريا وتدهور حالة حقوق الإنسان فبلغتنا أخبار بالتعذيب المنتظم كسياسة مقصودة في الدولة والوضع في سوريا معقد للغاية ولكننا نحن مكلفين بمتابعة ما تفعله الدول تطبيقا لحظر التعذيب ومنع التعذيب ولا يريد المجتمع الدولي التدخل عسكريا في سوريا وهذا بناء على التجربة الليبية بل من واجب المجتمع الدولي أن يسهر على الحماية وأنا أرجعكم إلى لجنة التحقيق التي رفعت تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن أيضا أدان حالة انتهاك حقوق الإنسان في سوريا فبوسع لجنتنا أن تقوم بدور فاعل مذكرة الحكومة السورية بواجباتها والتزاماتها وضرورة احترام حقوق الإنسان شكرا للسيد مارينيو Yes, thank you, Mr. Chairman. السيد بروني شكرا سيد الرئيس ليس من المفيد هنا أن ندخل في الجوهر بالتفصيل فجميعنا نعلم من الوثائق الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة ومن وسائل الإعلام ما هو الحاصل في سوريا حاليا أود أن أذكر بأن ممارسة التعذيب على شكل واسع النطاق كان من مصادر القلق التي أعددنا بشأنها ملاحظة ختامية هذا جاء في ملاحظاتنا الختامية في أيار مايو 2010 عندما تناولنا التقرير الدوري السوري وقد أرسلت إلينا سوريا وثيقة ردا على عبارات القلق التي تقدمت بها اللجنة هذه الوثائق كلها علنية ومطروحة على موقع اللجنة وموقع المفوضية في الفقرة السابعة من رد الدولة نرى أن ممارسة التعذيب على نطاق واسع أمر غير صحيح وأن هذا مجرد أقاويل أو قول مرسل كما جاء في الوثيقة وغير مثبت بالوثائق هذا ما قالته الدولة في أواخر 2011 ثم هناك الأحداث التي تلت ذلك ويصعب القول أن هذه الأعمال كانت مجرد قول مرسل فهناك إثباتات عديدة عليها وعندما طلبنا معلومات إضافية نظرا لتطور الأحداث وهنا أود أن أشدد على نقطة
قالت الدولة إن هذه الإدعاءات ليست إلا إدعاءات غير مثبتة، لم يحدث شيء منذ سنة. هذا هو مغزى ما تقوله الدولة. ونحن شددنا في مراسلاتنا مع السلطات السورية أنه نظرا لأن السلطات السورية تعتبر أن هذه الأمور مجرد إدعاءات، فينبغي على هذا الأساس أن تفتح الحوار لتثبت أن هذه الإدعاءات غير حقيقية. نريد أن نفتح الحوار، ينبغي أن تقدم لنا إثباتاتها. للأسف لم تشأ السلطات السورية ذلك. وبالطبع على اللجنة على ضوء الأحداث أن تستخلص استنتاجاتها، ولكن عليها أيضا أن تضيف إلى ذلك توصيات يمكن أن تستفز الدولة حتى الحوار. المطلوب هو الحوار. هذا هو موقفي ردا على ما قاله الرئيس، أي أنا نريد أن نعرف ما هو الشكل الذي نريده لنتيجة عملنا وما الذي نريد أن نقوله للسلطات السورية. شكرا سيد الرئيس. السيدة غاير، شكرا جزيلا. لقد تحدث السيد بروني عن ردود الحكومة السورية الموجهة إلى لجنتنا. هذه الردود مفادها أن كل ما قالته أو تقريبا كل ما قالته اللجنة في استنتاجاتها غير صحيح. وفي هذا الادعاء استندت الحكومة إما إلى القوانين أم إلى الدستور أو إلى خطاب عام دون التصدي للنقاط الجوهرية. وكانت اللجنة قد أعربت عن قلق عميق في ذلك الحين بشأن مرافق الاحتجاز السري، وأنها غير مفتوحة لأي مراقبة خارجية، وأن الناس يرسلون إليها للاعتقال سرا. إذن وهذه القضية سبق تسليط الأضواء عليها في الماضي، وأشارت اللجنة إلى أن الأمور قد تفاقمت لأن أفراد الأجهزة الأمنية يتمتعون بالحصانة قانونا، وكان هذا أحد أسباب القلق الذي أعربت عنه اللجنة. ورد الحكومة على ذلك كان القول إن هؤلاء الأشخاص أي أفراد الأجهزة الأمنية يخضعون لقوانين مختلفة، إذن إنكار عام. هذا على الرغم من كل الأدلة التي تلقيناها قبل ذلك، وعلى الرغم من كل ما تم التأكيد عليه في العديد من التقارير المستندة إلى تحقيقات تمت في الأمم المتحدة، في المفوضية، لجان التحقيق وما إلى ذلك. إذن هذه الردود غير مقنعة إطلاقا، بل غير مقبولة في هذه اللجنة. وبالتالي فإن طلب تقرير خاص كان له ما يبرره تماما بالنظر إلى الردود غير المقنعة من الحكومة. وأردت أن ألفت انتباهكم إلى أن اللجنة عندما طرحت تساؤلات في ملاحظاتها الختامية بشأن الاختفاء القسري، الحكومة اكتفت بأن تقول أن اللجنة ليست مختصة للنظر في حالات الاختفاء القسري، أي أنها مرة أخرى تفادت الدخول في الجوهر، بل أعلنت أننا نطرح أسئلة ليست في محلها.
ولكن الاختفاء في المرافق الأمنية والاحتجاز السري والحصانة هذا النمط رأيناه في بلدان عديدة في العالم، وهذه أسئلة نطرحها روتينيا وبكل جدية. منذ ذلك الحين رأينا عددا من القضايا المقلقة للغاية، وأردت لفت انتباهكم إليها أيضا. هناك تقارير كثيرة تشير إلى اعتقال وتعذيب الأطفال القصر واعتقال وقتل المدونين والصحفيين ومن يحاول وضع مواد إعلامية على اليوتيوب. وهنا أود أن ألفت انتباهكم إلى القناة الرابعة والمواد التي حصلنا عليها وانتقدتها مفوضية حقوق الإنسان بشأن التعذيب المزعوم في المستشفيات العسكرية وغير العسكرية. وسوء استخدام المستشفيات، فمن ينكل بالضرب ويعذب يؤخذ إلى المستشفيات، وأفراد الأمن والمخابرات على ما يبدو يحتالون على الجرحى والمصابين ويقولون لهم أنهم مع أطباء، ولكن في الواقع يعذبونهم. إذن سوء استخدام المستشفيات والاحتيال والخداع في ادعاء العلاج الطبي هذا شنيع في حد ذاته ويستحق كل الاهتمام. وتنكر أفراد الأمن بزي الأطباء أمر لا بد من إدانته. وقد بلغتنا معلومات عن عمليات انتقامية باعتقال الأقارب لإقناع أفراد تقدم للأمن. والسيد جروسمان تحدث عن أحد أغرب المعلومات التي جاءت في تقرير لجنة التحقيق، وهو المعاملة السيئة عنف الجنسي ضد الذكور، وقلما حصلنا على معلومات بشأن وسع نطاق هذا النوع من التعذيب في السجون. إذن أردت ببساطة أن ألفت انتباه إلى أن هذه القضايا مصدر قلق منذ فترة طويلة في لجنتنا، وهي مجالات في لب اختصاصنا. وعجز السلطات السورية عن الرد أمر يزيد الأمر شناعة، وما يقلق المجتمع الدولي هو استمرار هذه الممارسات في البلد. شكرا. شكرا لك، والكلمة للسيد وانغ. شكرا سيد الرئيس. أود أن أركز أساسا على الجانب الإجرائي. فأعتقد أنه من المشروع تماما أن تطلب هذه اللجنة تقريرا إضافيا أو خاصا من الدول الأطراف. وليست هذه المرة الأولى التي تقوم بذلك فيها اللجنة، ولا أعتقد أنها ستكون المرة الأخيرة. آمل أن تكون المرة الأخيرة، ولكن أشك أن تكون المرة الأخيرة
التي تطلب فيها اللجنة تقريرا خاصا، ثم أن هذا الإجراء ليس مستندا إلى المادة 20 كما جاء في الرسالة السورية. هذا ليس تحقيقا سريا، هذا لا يدخل في إجراءات تلك المادة 20. ثالثا، أعتقد أنه في مصلحة الدولة الطرف أي سوريا أن ترسل وفدا لمقابلة اللجنة، فإن كانوا يعتقدون أن المعلومات المطروحة على اللجنة أو الادعاءات التي حصلت عليها اللجنة كلها مغلوطة، فعندئذ ينبغي أن تأتي وتمثل أمام اللجنة لتقدم الأدلة والبراهين لتثبت أن المعلومات التي حصلت عليها اللجنة ليست وقائع حقيقية. آن الأوان لتصحح الأمور، وللأسف لم يأتي الوفد، وهذا أمر مؤسف. والآن ما أود أن أشدد عليه هو أن إرسال أو عدم إرسال وفد إلى اللجنة للتحاور معها لا يعفي الدولة من مسؤوليتها. بموجب الالتزامات الواقعة عليها في الاتفاقية التي صدقت عليها بكل حرية. وأود هنا أن أشدد على أمر آخر، إن الوضع في سوريا حاليا مأساوي وحيوي ومعقد للغاية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي أنان يقوم بدور الوسيط في البلد، وهناك حوالي 300 مراقب من الأمم المتحدة، 9 منهم من بلدي، وأملي أن الوساطة في سوريا تسمح بتحقيق مهمة المبعوث الخاص وتكفل سلامة المراقبين. فغرض المبعوث الخاص وهذه اللجنة هدف واحد إلى حد كبير، وهو حماية حقوق السوريين ولا سيما المدنيين منهم. أخيرا أود أن أقول أنني أدعم ما قاله الرئيس، فأنا لا أدعم كل ما اتخذته هذه اللجنة من تدابير كقبول بأي أعمال عنف تقوم بها جماعات تستهدف المدنيين في البلد. شكرا. Thank you, Mr. Wang. I want to offer. شكرا. والآن أعطي الكلمة للسيدة سبياس. شكرا سيدي الرئيس. أود أن أضم صوتي إلى الزملاء في الإعراب عن القلق العميق إزاء الوضع في سوريا، وبالطبع أملنا أن بعض ما نقوم به، وهو أمل متواضع في أن ما نقوم به وما يقوم به المجتمع الدولي قد يفضي إلى اتخاذ بعض الخطوات في الاتجاه السليم. صباح اليوم شاهدت على التلفزيون مقابلة مع شاب سوري يرتدي جينز وتي شيرت، وسلاحه الوحيد كان سيخ كباب، وكان يلوح بهذا السيخ لاستخراج ألغام معرضا حياته للخطر. وما شاهدته أثر في نفسي وأكد لي رغبة السوريين في أن يعيشوا في سلام كما قالته السيدة بالمير. ويؤسفني أنا أيضا أن يكون وفد سوريا لم يحضر،
منذ سنتين أتوا وكانوا وفدا رفيع المستوى وتحاوروا بشكل نشيط وكثيف مع اللجنة. بالطبع كانت هناك اختلافات في الرأي، وهذا ما تم التعبير عنه في ردود المتابعة، ولكن الوفد كان كبيرا وقاموا بنشاط بالتحاور معنا. إذن أود أن أقول أنه يؤسفني أن أرى أن الآن والوضع صعب للغاية لم يأتوا ليتحاوروا معنا ومناقشة الأمور الحاصلة في البلد. وأود أن أعود مرة أخرى إلى الدورة الأخيرة التي تحاورنا فيها مع الوفد كما أشار إليه السيد بروني. مع ذلك سأكرر، فمن أسباب القلق التي تحدثنا عنها استخدام التعذيب على نطاق واسع. إذن من الصعب أن يقال أن كل هذه الأخبار مجرد قول مرسل، وقد سمعنا أخبار كثيرة من لاجئين أتوا إلى أوروبا يشهدون على ممارسات التعذيب ويشهدون أيضا على كثافة هذا اللجوء إلى التعذيب. إذن إن السؤال المتعلق بالحصانة مهمة للغاية، وبالطبع أن هذه المسألة تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا مدعاة للقلق. وهناك مسألة أخرى وهي غياب الرصد، فإنه ليس هناك من رصد على المستوى الدولي ولا حتى على المستوى الوطني لأماكن الاحتجاز، وهناك أماكن احتجاز سرية وليس هناك من معلومات بشأن هذه الأماكن. وأننا نرى أنه من الصعب التعرف على ما يجري في هذه الأماكن. إذن كافت هذه الأمور ازدادت حدة منذ ذلك الوقت، وهذا مدعاة لعميق القلق بالنسبة إلينا. وما هو خطير هو ما يجري على مستوى التعذيب. ومما نعلمه فإن هناك عدة أماكن يمارس فيها التعذيب، وأنه لا يمكن إلا أن نقر بأن التعذيب يستخدم كسلاح في هذا البلد. ويبدو أن هناك أدلة تشير على ممارسة التعذيب، فهناك جثث التي تستعيدها العائلات والتي تدلل على أنها على أن الأفراد تعرضوا للتعذيب وهم في أماكن الاحتجاز. إذن إن مختلف التقارير وتشير إلى أن التعذيب بات أمرا روتينيا ويوميا، وبالتالي أن التعذيب يستخدم للتخويف والتهويل ولقطع الأمل في صدور المواطنين، وأن هذا أمر مؤسف للغاية ولا بد من أن نعترض على ذلك بشدة. والتقارير تشير أيضا إلى تعذيب الأطفال، وذلك لكي يفضحوا أفعال الوالدين، وهذا أمر يتم اللجوء إليه أيضا. لقد قيل الكثير بالنسبة إلى الإفلات من العقاب منذ سنتين، وهذه المقولة لا تزال تنسحب على الأوضاع حاليا، وليس هناك من مساءلة، وهذا مدعاة لعميق القلق. هناك التوصية نوجهها إلى سوريا، وهي تتعلق بالعمل لوضع حد للإفلات من العقاب، والعمل أيضا لفتح أماكن الاحتجاز لكي تشكل موضوع رصد. أن أماكن الاحتجاز آنذاك كانت عديدة، ويبدو أن عددها قد ازداد بشدة، والتقارير المعروضة علينا تشير إلى أن كل منزل يمكن أن يصبح مكان احتجاز.
وكل ذلك تحت رعاية الدولة. إذن هذه المسائل المتعلقة بأماكن الاحتجاز هي مسائل مهمة، ولا بد من إغلاق أماكن الاحتجاز هذه، ولا بد أيضا من وضع حد للتوقيف المكثف للأفراد، ويجب اعتقال الأفراد لفترات محددة للغاية إن كان هناك لجوء إلى ذلك. وبالإضافة إلى كل هذه التوصيات الممكنة وكل هذه الرسائل التي بإمكاننا أن نبعث بها إلى الحكومة، فلا بد من الإشارة إلى أهمية العمل على الميدان وكل ذلك للتعامل مع الأفراد. فهناك العدد الكبير من اللاجئين على الحدود وداخل البلاد، أي النازحين، وأن معاناة هؤلاء الأفراد لن تتوقف إن لم يتم توقيف المسؤولين عن الأفعال، عن ما يتعرض له هؤلاء الأفراد. ولا بد أيضا من أن يعمل الموظفين في مجال الصحة للتعامل مع هؤلاء الجرحى وهؤلاء الضحايا. وشكرا الرئيس، شكرا. والكلمة للمتحدث التالي السيد جاي، تفضل. شكرا سيدي الرئيس. إن أصبت فهمي للوضع في سوريا فبإمكاني أن أقول ما يلي: إن هذا الوضع فريد من نوعه، ذاك أنه مأساوي وأيضا أنه معقد للغاية. على الرغم من كل ذلك، يبدو لي أن الحوار هو السبيل الوحيد المطروح على الفاعلين في الأسرة الدولية، وذلك لوضع حد لهذا الوضع في سوريا. على مستوى هذه اللجنة، مشكلتنا هي التعرف على السبيل الأكثر فعالية لمواصلة الحوار وإعادة إحياء الحوار مع سوريا. إن عدم إرسال وفد اليوم ليس بالأمر الذي يسهل وييسر أعمالنا بالطبع، ولن أعود إلى أعمال القتل وإلى الوقائع التي تم ذكرها على مسامعنا اليوم والتي تم التنديد بها. وهذه الوقائع والأفعال عرضت على مسامعنا بتفاصيل، وبالتالي المعلومات التي هي بحوزتنا كبيرة للغاية. والأهم الآن هو التعرف على كيفية إعادة إطلاق الحوار مع الطرف التالي. لا بد من أن تتاح الفرصة لسوريا كي تعطينا الشروحات بالنسبة إلى ما يجري، وبالتحديد بالنسبة إلى ما يدخل في ولايتنا، أي حالات التعذيب ما يرتبط بذلك من أفعال. وأظن أنه من الأهمية بمكان أن نعيد إطلاق الحوار مع سوريا، وهنا يكبت نب الفعالية في تعاملنا مع هذا الموضوع. وشكرا. هل هناك من طلب آخر للكلمة؟ السيد دوما، تفضلوا، لكم الكلمة. شكرا سيدي رئيس. ما تحاول سوريا أن تقوله لنا هو أننا حددنا تاريخ 16 و 18 من مايو أيار من دون التشاور معنا، أي تاريخ عقد هذا الاجتماع. والمسألة الثانية هي: ما هي السلطة المتاحة للجنتكم، للجنتنا هذه، لتحديد هذا التاريخ لعقد هذا الاجتماع؟ ولقد قيل إن أو قالت سوريا أنها لطالما التزمت بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وستواصل العمل على هذا الأساس. ولقد طلبت سوريا منا أن نحترم سيادتها. ولقد قالت سوريا أنها
لا توافق على عقد هذا الاجتماع وأنها قد تحفظت على المادة 20. إذن لدينا هنا عناصر أو اعتراضات فنية إن صح القول، وعلينا أن ننظر في ما إذا كانت لها صلاحية صالحة أو لا. لقد قالت سوريا أنها تعاونت وستواصل التعاون، هذا ما قالته. والسؤال الذي يجب أن نجيب عليه، هل عدم حضور سوريا لهذا الاجتماع يعني التعاون والاستمرار في التعاون أم لا؟ المادة 20 تقول إن كان بحوزة اللجنة معلومات موثقة تشير إلى أن هناك لجوء ممنهج للتعذيب، فإن اللجنة تستطيع أن تدعو الدولة الطرف أن تتعاون معها وأن تتقدم بملاحظاتها. هذا إيس يقاطع المتحدث. إن سوريا لم تقبل بالمادة 20، المتحدث، إن سوريا قد أعربت عن تحفظها. أعرف بشأن هذه المادة، لكنها قالت أنها على الرغم من هذا التحفظ فأنها مستعدة للتعاون، هذا ما أفهمه من الرسالة التي حصلنا عليه. إذن ما تقوم به سوريا هو عدم التعاون. إن اللجنة قد تعاملت مع هذه الادعاءات، ولقد قالت لنا سوريا أننا نتعامل معها كما لو كانت وقائع حقيقية. لم نتخذ أي قرار بشأن هذه الوقائع. نحن ننظر من الناحية الفنية في كل ذلك، وعلى سوريا أن تأتي هنا وأن تقول ما هو موقفها. فلقد قيل لنا أننا نلجأ إلى الازدواجية، ولقد قالت لنا سوريا أنها ستحضر اجتماع عام 2014. لو كان هناك تعاون حقا، أي بكل ما لهذه الكلمة من معنى، فكان من مقدور سوريا أن تقول أن تاريخ 16 و18 من مايو أيار لا نوافق عليهما، وبالتالي اقترحوا علينا تواريخ أخرى. وهذا كان إن كان سيعكس أمرا فإذا كان سيعكس حسن النية من جهة سوريا. الرئيس، شكرا. أظن أن كافة أعضاء اللجنة الذين كانوا يرغبون في تناول الكلمة تناولوها، ولقد أنا تناولت الكلمة بصفتي مقاضيا مع السيدة بالميل التي أيضا تناولت الكلمة. وعلينا أن نختتم هذا الاجتماع. عندما اعتمدت هذه الاتفاقية بموجب القرار 39/46، فلقد قيل إن هذه الاتفاقية تعتبر حظرا للجوء إلى التعذيب واللجوء أيضا إلى ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. إذن هنا لقد تم تبرير اعتماد هذه الاتفاقية. وفي الديباجة، وهو باب مفتوح للتأويل، إذن في ديباجة الاتفاقية قيل رغبة منها لإطفاء طابع الفعالية على مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية والإنسانية والمهية إلى آخره. إذن هذه كلها أدوات تأويلية مهمة بالنسبة إلى هيئة تعمل على ضمان تنفيذ الاتفاقية. وهناك الأدوات الفاعلة لتنفيذ الاتفاقية، وبالطبع إن الهيئات التعهدية لها دور
وهو ضمان احترام الالتزامات، وأن المادة 19 بكل صراحة، وهنا ليس لدينا من تفسير لمضمون هذه اللجنة، هذه المادة أشارت إلى ولاية اللجنة التي تمكنها من المطالبة بأي تقرير تراه اللجنة ضروريا. لقد قمنا بذلك في الماضي، أي مارسنا هذه المهام المناطة بنا، ولا يمكننا أن نقول أننا لن نستخدم ذلك في المستقبل، وسنواصل القيام بذلك، ذلك أن هذا يعتبر واجبا ملقى على عاتق هذه اللجنة. والغرض من كل ذلك هو التوصل إلى احترام الالتزامات بموجب الاتفاقية. لسوء الطالع أن الجمهورية العربية السورية على الرغم من مقولاتها بأنها ستتعاون وستقدم المعلومات لنا لتسهيل عملنا لخدمة مصلحتها، إذن إن الجمهورية العربية السورية وكما ترون لم تقم بذلك، وإن ما يجري حاليا في سوريا يتعارض مع هذه الاتفاقية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمدنا بالمعلومات ونناشد سوريا لتقديم المعلومات لنا. والأمر نفسه انسحب على لجنة التحقيق وأيضا على دور التحقيق أو التعرف على إقامة الوقاع الذي لعبته المفوضة السامية لحقوق الإنسان. إذن هذا لسوء الطبع نرى أنه ليس هناك من التعامل معنا لتقديم المعلومات، وكل ذلك يضع قيودا للتوصل إلى نتائج فضلة. وبالنسبة إلى أعمالنا هذا، فإن لجنتنا هذه تراعي كافة المعلومات المزودة بها بما في ذلك المعلومات المقدمة من الجمهورية العربية السورية، وحتى ولو لم تكن الدولة موجودة فعلينا أن ننظر في كافة المعلومات المتاحة لنا، فعلينا أن نعمل لكي نحقق الفعالية وبذلك نحقق الغرض من وراء هذه الاتفاقية. وعلينا الآن أن نرفع هذه الجلسة وسنواصل العمل لاحترام الولاية المناطة بهذه اللجنة. وهنا أشير إلى العمل في سياق صلاحياتنا لتحقيق الأغراض التي وضعت الاتفاقية من أجلها. من سوء الطالع مرة أخرى أن تكون سوريا قد قررت عدم حضور هذا الاجتماع، وعلى الرغم من ذلك فإننا سنعمل على أساس المعلومات المتاحة لنا، وبذلك أعلن رفع هذه الجلسة، وشكرا.